مساكم الله بالخير جميعا. صراحة اليوم الجو حار، يبي لنا مشروب بارد يبرد على القلب. بس يوم جهز الصوصات، بس بيطلع مشروب كذا يعني نغير شوي. خليكم معنا. بالنسبة لمكونات مشروبنا اليوم اللي هو بيكون آيس وايت موكا بالآيس كريم، يعني بنغير شوي بنحط آيس كريم بيعطي نكهة ثانية. نحتاج كراميل، شوكولاتة بيضاء، حليب، آيس كريم وثلج. طبعا أهم شيء الإسبريسو، دبل إسبريسو. الآن بنبدأ بوضع المكونات. أول شيء بنضيف الآيس كريم، نحط 30 جرام. جميل، هاي 30 جرام. بعد كده بنضيف الشوكولاتة البيضاء. الشوكولاتة البيضاء كذلك بنضيف تقريبا 20 جرام. ممتاز. بالنسبة للكراميل، الكراميل بيكون على الكوب. بالنسبة للحليب أضفنا 160 ملي. بعد كده نغطي الشكر بالشكل جاهز. في البداية يعني بنجهز القهوة، نطحنها ونستخلص، وجهزنا دبل شوت قهوة عشان نشربها. نستخدم القهوة اللي هي اكسيرسو الكولومبية من محمصة كير. الوزن 18 جرام. الآن أمورنا شبه جاهزة، بس بنضيف الكراميل، نضيفه على جوانب الكوب بالشكل. بعد كده بنضيف الثلج. حط اللي يكفينا، أنا أشوف يعني تقريبا 5 حلو على حسب حجم الثلج طبعا. هذه عاد من بردينها توأم، شوفوا لازقين مع بعض. الآن بنضيف الحليب مع خلطتنا الجميلة. بعد كده بنضيف الإسبريسو، وبالعافية علينا وعليكم. وهذه قهوتنا جاهزة. حركها بس. صراحة جميل جدا، أنصحكم بالتجربة.